السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. أنا سؤال يا شيخ، موضوع رد الشتيمة على العم أو الخال، هل هي جائزة؟ لا، سوء خلق. إذا خالك قال لك كذا فأنت رددت عليه، قلت له أنت اللي كذا، لا يجوز لك، هذا عمك خالك، الأدب مطلوب. يعني هو شتمني مثلا، هو شتمني، خلاص أعرض عنه، عفى الله عنك يا خال وانتهى الأمر، تنال من خالك طبعا. لكن إن حدث وردت الشتيمة عليه، هل أنا مأثوم؟ مأثوم. أنا شتمت أمك، الله يسلمك، كيف أنت؟ كيف نسمح لك ترد على خالك شتيمة؟ خالك مربي، أبوك عمك مربي لك. انتبه. احنا عندنا معلومة أن يجوز لك رد الشتيمة على من سبك. لا، أنا عموما، لكن على خالك أو على عمك ينفع كذا؟ ينفع تشتم والدك أو أمك؟ إذا قلت الوالد طبعا لا، ما ينفعش. من إذا قلت لعمك هو شتمك، قال لك يا ابن كذا، قلت له انت اللي ابن كذا، شتمت والدك. خلي لسانك طيب، خلي لسانك محترم.